مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الاربعاء 15 فبراير 2023. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. نشكر ربنا من كل القلب على سلامه وصحه وعوده قداسه البابا المعظم الانبا تودروس الثاني بابا الاسكندريه بطريرك الكرازه المرقسيه لممارسة نشاطه من حوالي أسبوعين والاستقبالات والخدمات الرعوية، وفي نفس الوقت النهاردة كان بيشارك بعد ما توجه للتهنئة بمرور 10 سنوات على تأسيس مجلس كنائس مصر. النهاردة بيشارك في أسبوع الصلاة، في بداية أسبوع الصلاة، وكان في كنيسة العذراء والأنبا بشوي بالأنبا رويس ممثلين عن كل الكنائس اللي هي موجودة في مصر ولها تمثيل ولها خدمة ولها شعوب. كان يوم مبهج جدا، بيحصل فيه ترتيب للصلوات، كل المشاركين بيبقوا بيرددوها وكل واحد ممثل للكنيسة بيقول جزء. أما التأمل اللي قدمه قداسة البابا النهاردة فكان مزيجا ما بين هدف أسبوع الصلاة لهذا العام وهو افعل الخير، وما بين إنجيل دخولنا على الصوم الكبير، الصوم والصلاة والصدقة. وكانت لقداسته تأملات جميلة عن الصلاة، وأن الصلاة علاقة طيبة بالله، وأنها فرصة في الصوم الكبير أن الإنسان يغلق بابه، إذا كان باب قلبه عن الاشتياقات والشهوات، باب بقه عن الكلام الكتير، باب عقله عن الأفكار اللي رايحة جاية، باب حجرته عن المشغوليات، وينتهز كلنا يا رب ننتهز فرصة الصوم الكبير. الأباء يقولوا في المدايح يا دوبك 55 يوم، ونركز أكتر في صلتنا بربنا وعلاقتنا بيه، والصلاة بتهذب علاقتنا بنفسنا وبربنا وبالآخرين. أيضا الصدقة، اللي الصلاة كمان بتعلي شعور الإنسان بالآخر وإحساسه باحتياجاته، والصدقة لازم تكون في الخفاء، لأن أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. كمان تحدث قداسة البابا عن الصوم، وقال إن الصوم لابد أن يكون بحب واشتياق، يعني بمعنى أنه ما يكونش بقى بإحساس بأنه يا ده صوم تقيل، ده صوم كتير، والإنسان يعني يخلي ذاته من الاهتمام بالأكل والموائد والعزومات والأكل الكتير والأصناف الكتير، وهي أي لقمة تسد الجوع. ومعروف أن الصوم بيخلي الجسد يسمو، زي ما بيسمو بالنفس بيسمو كمان بالجسد، الروح ممكن ترفع الجسد عن اهتمامات هذا العالم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وكل الكنائس في مصر طيبة بهذا الأسبوع الجميل اللي أصبح تقليدا منذ 55 عاما، بيمارس كل سنة أسبوع للصلاة كل يوم في كنيسة غير الأخرى. وبهذا اليوم يستأنف قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اجتماعه الأسبوعي بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بشوي بالأنبا رويس. دي فكرة بسيطة عن اليوم النهاردة، وفرحتنا بأن ربنا رجع سيدنا بالسلامة يمارس نشاطه في يعني كل أوجه الخدمة يعني. وطبعا كان في جلسة جميلة مع ممثلي الكنائس وقداسة البابا زي ما قال سيدنا، عرفنا منه قبل الاحتفال في الكنيسة. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهاردة. النهاردة عندنا طبعا ختام القمة العالمية للحكومات بدبي، وكان في وفد رفيع المستوى، كان في دكتورة هالة السعيد، وكان في وزير البترول والطاقة، وكان في سيادة الوزير سامح شكري وزير الخارجية قبل أن يتوجه لأديس أبيبا لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وعندنا أخبار عن الموضوع ده لأنه كان في حاجات شارك فيها سيادة الرئيس عبر فيديو كونفرنس أو ما شابه.
فالنهارده هنتكلم عن هذه القمة في ختامها مع الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، ونشوف برضو هل من مخرجات جديدة. كان في لقاءات مهمة جدا للسادة الوزراء مع كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى في العالم ومع مندوبي ومسؤولي الحكومات، وهنشوف مع بعض ممكن تكون أسفرت عن إيه من المخرجات اللي ممكن تبقى مفيدة لينا في مصر. بداية الأخبار، استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للسيد موسيس كوريا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، اللي قام بتسليم رسالة خطية من الرئيس الكيني ويليام روتو للسيد الرئيس، تضمنت الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية اللي بتجمع مصر وكينيا، وطلب تقديم مصر دعمها للمساعي الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة الكوميسا، شرق إفريقيا، جنوب إفريقيا. وهيبقى معانا، قبل بس ما نروح نشوف الفيديو، هيبقى معانا خبر أيضا عن تسلم مصر لقيادة النيباد الإفريقي لمدة سنتين، وهتعمل خلال السنتين دول على تفعيل هذه الاتفاقيات الاقتصادية المهمة جدا بالنسبة لإفريقيا. تعالوا نروح نشوف جزء من هذا اللقاء ونرجع مع حضراتكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد موسيس كياريا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، الذي قام بتسليم رسالة خطية للسيد الرئيس من الرئيس الكيني ويليام روتو، تضمنت الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة. أوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرسالة تضمنت طلب تقديم مصر دعمها للمساعي الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة الكوميسا، شرق إفريقيا، جنوب إفريقيا، لا سيما في ضوء أن إطلاق الاتفاقية تم بشرم الشيخ عام 2015، كما أن مصر من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية، وكذا رئاسة مصر الحالية لتجمع الكوميسا. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد التطلع المتبادل لتدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما أكد سيادته الدعم الكامل لمسعى الرئيس الكيني فيما يتعلق بجهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الثلاثية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وزيادة معدل التكامل الاقتصادي بينها. زي ما قلت لحضراتكم، في اجتماع شارك فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرنس في أعمال الدورة 40 للجنة التوجيه لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي النيباد، ده اختصار كل الجملة اللي فاتت دي. الاجتماع كان بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الأعضاء في اللجنة. الاجتماع شهد تسليم مصر لرئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد من الرئيس الرواندي بول كاغامي، ومن المقرر أن تمتد رئاسة مصر للجنة بإذن الله لمدة عامين. الرئيس ألقى كلمة بهذه المناسبة تضمنت عرض لأولويات الرئاسة المصرية للنيباد. تعالوا نشوف مشاركة الرئيس والكلمة اللي قالها وإيه الأفكار اللي في ذهن مصر مجهزاها لإفريقيا كلها من خلال رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي، موضوع اقتصادي مفيد جدا لأفريقيا. تفضل. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أعمال الدورة 40 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي النيباد،
وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الأعضاء في اللجنة. الاجتماع شهد تسلم مصر لرئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد من الرئيس الرواندي بول كاغامي، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس ماكي سال رئيس الاتحاد الإفريقي، أخي فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس لجنة توجيه رؤساء دول وحكومات النيباد، السادة رؤساء دول وحكومات لجنة توجيه النيباد، السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيدة ناردوز بيكيلي توماس المديرة التنفيذية لسكرتارية الوكالة، أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر لأخي فخامة الرئيس بول كاغامي على ما بذله من جهود خلال فترة توليه رئاسة اللجنة على مدار السنوات الثلاث الماضية، لا سيما في ظل التحديات الجمة خلال تلك الفترة، كما أشكركم على ثقتكم الغالية التي منحتموني إياها لتولي رئاسة اللجنة خلفا للرئيس كاغامي. وأود في ذات السياق أن أعرب عن التقدير للرئاسة السنغالية للاتحاد الإفريقي على مدار عام كامل، التي شهدت جهدا خالصا من جانب أخي فخامة الرئيس ماكي سال لدعم مواقف القارة الإفريقية والدفاع عن مصالحها في مختلف المحافل الدولية، كما أود الإشادة في هذا الصدد بنتائج القمة التي استضافتها السنغال مطلع شهر فبراير الجاري لتمويل مشروعات البنية التحتية بالقارة. السيدات والسادة، لا شك أن الأزمة الاقتصادية الدولية التي نمر بها تقود من جهود التنمية في قارتنا الإفريقية، الأمر الذي يستلزم النظر في موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية، كما يتطلب بذل الجهد مع شركاء القارة في حل أزمة الديون المتراكمة بما يمكن القارة من استعادة وتيرة التعافي الاقتصادي. واسمحوا لي في هذا الصدد أن أستعرض معكم أولويات رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد خلال الفترة من 2023 إلى 2025، والتي تمثل أهدافاً ستسعى مصر جاهدة لتحقيقها بالتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة ومن خلال سكرتارية الوكالة. أولاً، تكثيف جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية بما يصب مباشرة في صالح تحقيق أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063، لا سيما من خلال حشد التمويل لقائمة المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية، والتي تتضمن 69 مشروعاً خلال الفترة من 2021 إلى 2030، من بينها مشروع خط الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي أشرف بتولي ريادته وكذا طريق القاهرة كيب تاون ضمن مشروعات أخرى ذات أهمية لدولنا. ثانياً، التركيز على محور التحول الصناعي والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج خلال القمة الإفريقية الاستثنائية حول التصنيع التي انعقدت في نيامي في نوفمبر 2022، وما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية التي أصبحت تمثل ضرورة قصوى، خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. ثالثاً، الإسراع في تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية مع دعم الدول الإفريقية لتعظيم الاستفادة مما ستتيحه الاتفاقية من فرص للاندماج في الاقتصاد العالمي ومن زيادة فرص العمل خاصة بين قطاعات الشباب والمرأة. رابع، الأستاذ رامي زهدي خبير الشؤون الإفريقية. مساء الخير يا فندم. ألو، في مشكلة في الاتصال، والحقيقة يعني في نقاط قالها السيد الرئيس شديدة الأهمية. أولا كنا عايزين نعرف أكتر عن النيباد. أستاذ رامي. أيوة فضل، السلام عليكم. أهلا وسهلا بحضرتك معانا.
أستاذ رامي، يعني كلمنا أكتر عن الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي النيباد، ومصر كانت أحد المؤسسين ليها. يعني الحقيقة هي الوكالة بتمثل الذراع الإنمائي الهام والمؤثر للاتحاد الأفريقي، أسست في العام 2001 بمبادرة كانت تصدرت فيها المشهد مصر، بالإضافة إلى 4 دول إفريقية هي الجزائر والسنغال ونيجيريا وجنوب أفريقيا. الوكالة بتضم 33 دولة إفريقية، ومصر بتترأس الوكالة حتى العام 25 بعد تسلم الرئاسة من الرئيس الرواندي. يعني هل فعلا كان ليها منذ 2001 حتى 2023 أفضلية وفضل في مشروعات إنمائية كبيرة لهذه الدول المشاركة؟ لا بالتأكيد، هو الوكالة يعني تصاعد العمل بها، يعني ربما وضح وبشدة بعد العام 19 بعد ترأس مصر الاتحاد الأفريقي دور هام للوكالة، حتى وصلنا الآن إلى أن الوكالة تتبنى 69 مشروع إنمائي في مشروعات البنى التحتية في القارة الأفريقية، من المفترض أن تنفذ قبل العام أو حتى العام 2030. طيب كويس قوي، يعني بدأنا فعلا حطينا رجلين. طب بالنسبة للأهداف اللي السيد الرئيس أشار إليها، اللي بتتلخص في حشد الموارد المالية لتطوير البنية التحتية، يعني مثلا الرئيس تكلم عن خط الربط الملاحي من بحيرة فيكتوريا للبحر المتوسط، إيه هو وإيه أهميته؟ يعني هو كعادة مصر دائما عندما تترأس قمة أو منتدى أو مؤتمر إفريقي تكون مستعدة بأجندة عمل جادة وطموحة، بدراسة طبعا، وضع معايير أو منهج العمل اللي هتقوم به مصر، اللي بيتصدر فيه المشهد مشاريع البنية التحتية. وربما الرئيس ذكر اليوم مشروعين رئيسيين بتساهم فيهم مصر بقوة، هو مشروع سد جيليوس نيريلي في تنزانيا، ومشروع الربط الملاحي ما بين بحيرة فيكتوريا وبين البحر المتوسط عبر النقاط اللوجستية، وده مشروع هام جدا هيؤثر في حركة النقل والتجارة في القارة الأفريقية، وهيساهم في تحقيق الهدف الأكبر وهو تيسير تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية الشاملة. والخط ده يا فندم من بحيرة فيكتوريا هيصل لفين بالظبط؟ ايه انهي نقطة في البحر المتوسط؟ الخط يعني مخطط ليه أنه هو يصل إلى عدة نقاط لوجستية بتربطها بالبحر، وأماكن للتخزين البضائع، وأماكن لتداول ودعم لوجستي، وأماكن حتى للمشروعات الخدمية والرقمنة والربط الإلكتروني، وربط هذه النقاط ما بين البحر والنهر وبين الطرق البرية المزمع إقامتها، سواء الطرق الطولية مثل القاهرة كيب تاون أو الطرق العرضية عابرة الحدود الإفريقية. ده حاجة عظيمة جدا يا رب، لما يشتغل مشروع زي ده هيساهم في إنعاش التجارة مش بس البينية الإفريقية، كمان مع أوروبا، يعني البحر المتوسط بقيت على أوروبا خلاص. بالتأكيد هو مؤثر جدا، لأن أحد المشاكل اللي بتواجه القارة الأفريقية هي مشكلة النقل. طبعا، عشان كده طيب عشان كده الرئيس برضو اتكلم عن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية. برضو حياتك تكلمنا عن أهمية هذا المحور، لو قدرنا ننجزه في السنتين لأنه بيصب كمان في أجندة أفريقيا 2063. يعني الحقيقة النهاردة كان مشهد إفريقي متكامل، الرئيس بيتكلم على الجزئية دي، وفي نفس التوقيت كان موجود وزير الخارجية المصري في أديس أبابا بيجهز لي أو بيحضر اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي رقم 42 لعقد القمة الأفريقية 36 اللي هيكون محورها الرئيسي وعنوانها إجراءات تيسير اتفاقية التجارة الحرة. أي. اتفاقية التجارة الحرة دي ظهرت وبوضوح للعالم الإفريقي أو للعالم الدولي في العام 19، ومنذ هذا الوقت بتحاول مصر مع عدة دول أفريقية أخرى تجاوز العديد من العقبات والتحديات اللي بتعطل أو بتعوق تقدم الاتفاقية، لكن بفترض أن الحاجة الملحة الآن لتطبيق الاتفاقية أكبر من أي وقت مضى طبعا. لأن المشاكل الاقتصادية اللي بتواجه العالم ونقص الغذاء والنقص الطاقي وما شابه ذلك لم يعد له بديلا إلا الشراكة الاستراتيجية الإفريقية الإفريقية. أعتقد أن الاتفاقية لو تم تفعيلها فعلا على الأرض ممكن من عوائدها يعني يتم الكلام اللي قاله الرئيس عن المحور الثالث اللي مهتمة به مصر خلال السنتين بتوع رئاسة النيباد، وهو تنمية المحور الصناعي في الدول الإفريقية. بالتأكيد، لأن جزء من الاتفاقية بيغطي أو بيعالج أوجه الكسور ما بين أماكن الوفرة للمواد الخام وأماكن التصنيع، لأن أفريقيا أيوة. فيها نقاط، فيها متوافر فيها مواد خام جيدة، لكنها لا تمتلك إمكانيات تصنيعية والعكس. صحيح. وبالتالي لو تم الربط ما بين هذه النقاط
اولا على مستوى السلع النهائيه في الصنع او الوسيطه، وكذلك على مستوى عوامل الانتاج المختلفه وحتى تجاره الخدمات. انا بشكرك جدا استاذ رامي زهدي خبير الشؤون الافريقيه، واتنقل مع حضراتكم لخبر تاني مهم عن موافقه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس على تضمين نشاط مزارع الانتاج الداجني ضمن الانشطه المستفيده من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لعام 22 اللي بينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب العقارية المستحقة على العقارات المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، ومنها دلوقتي بعد هذا القرار النشاط الداجني مزارع الدواجن لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/1/22 حتى 31/12/24، يعني فات منهم سنة اهو. الموافقة ديت أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بنفس القرار. تعالوا بس ناخد بعض القرارات اجتماع مجلس الوزراء النهاردة وناخد تليفون حول هذا القرار بالذات لأنه مفيد جدا وهينقذنا من تحمل الأعباء. كان لسه الدكتور محمد الجوهري امبارح بيتكلم عن الخدمات والضرائب اللي بتدفعها المنشآت وإنها مرهقة جداً لكيانات التجارة والصناعة. فضلوا نشوف وبعدين ناخد التليفون. خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم رئيس الوزراء مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الحكومية ناجحة بكل المقاييس، والرسائل التي طرحها مهمة لإدراك حجم الإنجاز الذي يتحقق برغم التحديات. مدبولي يوجه وزارة النقل بتكثيف الدور الإعلامي لتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة بمنظومة النقل إلى الحي الحكومي، ويكلف وزير المالية بتوفير حافز الانتقال للموظفين مع بدء عملية النقل. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وقد حددت اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية والاشتراطات العامة التي يجب توافرها في جميعها، وكذا النص تفصيلاً على إجراءات التراخيص والرسوم المطلوبة، إلى جانب التأكيد على عدد من الالتزامات من جانب المرخص له أو المسؤول عن إدارة المنشأة الفندقية أو السياحية أو المشرف على الأعمال فيها في علاقته بالنزلاء، بما يضمن حسن المعاملة لرواد وممارسي الأنشطة السياحية وبالتالي الحفاظ على سمعة مصر السياحية بين بلدان العالم. وتم خلال المناقشة التأكيد على تيسير الإجراءات بما يسهم في جذب الاستثمارات السياحية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم طرحها في الاجتماع. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 واللائحة المرافقة له، بحيث تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 303 لسنة 1987. الأستاذ صبحي الحفناوي المنسق العام لجمعية صناعة الدواجن، مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ إيهاب. يعني اسمح لي، إذا كان هذا القرار بقاله سنة وشهر ونص، يعني ايه اللي تأخر؟ ايه سبب تأخر ادماج مزارع الدواجن على رأس اولويات المستفيدين من قرار الاعفاء ده، واحنا بقالنا دلوقتي 8 اشهر بنلطم في موضوع الاعلاف واسعار الفراخ واسعار البيض، وشوية وهنفرج وشوية بعد ما افرجنا ما معناش فلوس نفرج تاني، والصويا متعطلة والعلف متعطل. استاذ ايهاب اسمح لي في البداية ان انا احيي حضرتك واحيي كل السادة المشاهدين. الو، انا بسمع حضرتك يا فندم، اتفضل. دلوقتي فيما يخص القرار اللي هو الخاص بإعفاء مزارع الدواجن لمده 3 سنوات، وهو ارجع باثر رجعي اعتبارا من 1/1/22، يعني المنشآت اللي فيها مزارع دواجن
مش هتدفع ضرائب عقارية واللي دفع هيسترد؟ واللي دفع هيسترد. تمام كويس خالص. اعتبارا من 1/1/22 حتى 31/12/24. تمام. بمعدل 3 سنوات. لكن خليني يعني كلام حضرتك محترم جدا فيما يخص الإفراجات وفيما يخص الأعلاف وارتفاع صناعة وارتفاع أسعار الدواجن في الوقت الحالي. اسمح لي يعني إن أنا في البداية أوضح نقطتين في منتهى الأهمية. تفضل يا فندم. النقطة الأولى أن أسعار الدواجن مرتبطة بالتكلفة. اليوم يعني في مثلا فيما يخص الإفراجات وفيما يخص مدخلات الإنتاج اللي هي خاصة بالأعلاف، عايز أقول لحضرتك النهاردة إن سعر الذرة الصفرة تجاوز 16,000 جنيه. عايز أقول لحضرتك كمان إن طن الفول الصويا اللي هو بيسموه كوز بفول الصويا اللي هو 46% تجاوز 31,000 جنيه. هذا بيشكل عبء كبير جدا على كل منتجي الدواجن في تكلفة كيلو الفراخ الحية في المزارع، وبالتالي لا ننتظر في الفترة القادمة إذا لم تتدخل الدولة في السيطرة على ارتفاعات المستمرة في الأعلاف اللي هي بتمثل 75% من تكلفة الفراخ الحية في المزارع. إذا لم تتدخل الدولة بشكل أو بآخر، وأنا أقول لحضرتك ما تم الاتفاق عليه. اللي تم الاتفاق أن تتدخل الدولة بطرح مناقصات لاستيراد الذرة الصفرة، وتم الاتفاق على مناقص يعني حوالي 110 طن، منهم 50,000 طن من رومانيا و 60,000 طن من أمريكا عن طريق هذه السلعة التموينية، لكن حتى الآن لم يتم. وأنا عايز أسألك على حاجة يا أستاذ صبحي، يعني اتفضل. إلى متى تظل الدولة تتدخل بمنطق زيادة المعروض دون المساس بالأسعار اللي موجودة في السوق؟ يعني أنتوا كجمعية لصناعة الدواجن ليه ما تطلبوش بإعلان ونشر سعر عادل للعلف والصويا والذرة وكيلو الفراخ إزاي بالعظم ومن غير العظم؟ يعني أنا أولاً أنا بحيي حضرتك على هذا السؤال، لأنه سؤال مهم جداً. في حضرتك بس يعني صناعة الدواجن هي صناعة القطاع الخاص. كويس. في المقام الأول. كويس. ثانياً أنا عايز أقول لحضرتك إن يوجد بورصة معطلة، بورصة الدواجن الرئيسية في بنها في محافظة القليوبية، تم إنشائها سنة 2001. هذه البورصة تم تعطيلها بعد أحداث 25 يناير 2011. ليه بقى؟ وما زالت معطلة حتى الآن. ليه؟ بقالنا 12 سنة لو في بورصة هيبقى السعر بتاع القطاع الخاص سعر عادل. احنا طالبنا مرارا وتكرارا بإعادة تفعيل بورصة الدواجن، اسمح لي ان انا اقول لحضرتك، من 2019، وتم عقد اجتماع عاجل بعد مطالبتنا وإلحاحنا في الطلب بإعادة تشغيل بورصة الدواجن في بنها البورصة الرئيسية. حصل اجتماع بين معالي وزير الزراعة السيد القصير ومحافظ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتم الاتفاق بالفعل على إعادة تفعيل بورصة صناعة الدواجن الرئيسية في بنها حسب المعطيات الجديدة. يعني يتم تكون بورصة إلكترونية ويكون ليها يعني في حسب اخر احداثيات، لكن كويس. للاسف من 2014 من 4 سنين ذهب. نعم من 4 سنين. يبقى اذا الذره الصويا الاسعار الضربه دي البورصه الـ ايه تاني حضرتك قلت لي حصل اجتماع وما حصلش فيه حاجه؟ انا بقول لحضرتك احنا دلوقتي تم الاتفاق على اساس ان هو يكون تتدخل الدوله عن طريق وزارة التموين أو هيئة السلع التموينية بوزارة التموين. موضوع إنها تعمل صفقات لاستيراد الذرة. أنا لحد دلوقتي ما فيش ذرة نزل. طب هل في طلبات تاني لحضراتكم رئيسية يعني عمومية كده؟ حضرتك كبيرة؟ أنت ما أنا أقول لحضرتك هي المعادلة بسيطة جدا. المعادلة السعرية أنت حضرتك النهاردة في عندك تكلفة، وفي عندك النهاردة مواطن، وفي عندك منتج، يعني هم دول ثلاث أضلاع. لكن ما يتحكم، اسمح لي بس أقول لحضرتك في الجزئية دي، النهاردة اللي بيتحكم في أسعار الخامات هي مجموعة معروفة
وكل الناس بتتكلم عليها، وتم عقد اجتماع مع دولة رئيس الوزراء معاهم ومطالباتهم بان يكون في شفافيه في اعلان الاسعار. يعني انا عايز اقول لحضرتك العلف العشرة المعروفين الكبار دول بالظبط، انا اقول لحضرتك سعر الذره اللي تم الاتفاق عليه في هيئه السلع التموينيه 332 دولار وصل المواني المصريه، معنى كده ان الذره بيتكلف في حدود 10,000 ونص، فكيف يباع ب16,500؟ شكرا يا فندم، بشكرك جدا استاذ صبحي الحفناوي. يعني اسمحلي كمان يعني في ثانيه نفس 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 الموضوع يا استاذ ايهاب في الصويا. الصويا النهارده تكلفتها النهارده في حدود 17-18,000 جنيه، بيتباع ب23 31,000 31. ما عشان كده بقول لك يتم نشر هذا السعر العادل عشان الناس تطالب اللي في النص إذا دول. اذا تم السيطره على اسعار المدخلات تأكد أن أسعار المنتج النهائي سينخفض للمواطن المصري. بشكرك. إذا لم يتم السيطرة سترتفع الأسعار أكتر. النهاردة الفراخ النهاردة الحية في المزارع من 78 إلى 80 جنيه، يعني للمستهلك من 90 إلى 92 جنيه كيلو الفراخ الحية. بشكرك جدا أستاذ صبحي الحفناوي منسق العام لجمعية صناع الدواجن المصرية. والحقيقة يعني أنا تعبت من كتر ما بقى أناشد الدولة والحكومة بالتدخل في الأسعار الوسيطة اللي ما بين المنتج وما بين المستورد. يعني حاجة صعبة أوي. اتفضلوا نطلع فاصل ونرجع نكمل. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء نشر حقيقة فيديو لطيف جدا بيرصد أحدث تصنيفات فوربس الشرق الأوسط الأقوى لمئة سيدة أعمال في الشرق الأوسط في عام 23، وصنف منهم 12 سيدة أعمال مصرية ضمن أقوى 104 سيدة أعمال في الشرق الأوسط. داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، باكينام كفافي العضو المنتدب التنفيذي لطاقة عربية شركة طاقة عربية، راوية منصور المؤسس ورئيس مجلس إدارة راميسكو، هند الشربيني الرئيس التنفيذي لمجموعة التشخيص المتكاملة القابضة IDH، فريدة خميس وياسمين خميس رئيستا مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد، منى زلفقار شريك مؤسس ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجموعة زلفقار وشركائها، المجموعة المالية هيرمس القبضة، إلهام محفوظ الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الكويتي، هيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذي لميتشا، أمنية قلق نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب للنعيم القبضة للاستثمارات المالية، عبير لهيطة الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة إي جي ترانس، عبير حلمي صالح العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلي حياة. هناخد تليفون مهم بخصوص هذا الموضوع، بس ممكن نشوف جزء من الفيديو ونرجع مع حضراتكم. Thank you.
الحقيقة يعني الخبر ممتع ويسعد جدا الواحد انه مش هنبتدي. احنا ساعات كتير قوي في الاعلام نقول هنبتدي، لكن انه نبتدي وننجح وننجح قوي ويتم تصنيفنا الى هذا الشكل ده شيء رائع جدا. دكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك والف مبروك على القائمه المفخره، 12 سيده مصريه من اقوى 12 سيده اعمال في الشرق الاوسط، ده شيء رائع واحب قوي اعرف تعليق حضرتك عليه. طبعا انا سعيده جدا بوصول المراه المصريه انها تبقى دايما في المقدمه، وتعود المراه المصريه للرياده في جميع المجالات، مش هقول بس رياده الاعمال. فالحقيقة يعني في دعم غير مسبوق من فخامة الرئيس. الحقيقة كل اللي وصلنا إليه يعني حتى هذه اللحظة بنفخر ونسعد به وتسعد به كل امرأة وكل فتاة في مصر. كمان مجال ريادة الأعمال الحقيقة هو مجال مهم جدا، وكنا بنتكلم على استراتيجية النهوض بالمرأة وفيها محور مهم قوي وهو محور التمكين الاقتصادي، وطبعا دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر للسيدات علشان خاطر يقدروا ان هم يعني يدخلوا ربح لعوائلهم ويعني يقدروا يصرفوا على بيوتهم، وتبقى المراه يعني عندها ذمه ماليه. وكل اللي احنا بنحاول ان احنا نساعد فيه من خلال المجلس القومي للمراه الا ان احنا بنتكلم على سيدات اعمال يعني الحقيقه على مستوى نفخر به، ومش بقى بنتكلم على مجرد تمكين اقتصادي يعني لمشروعات صغيرة وان المرأة تكون تحقق هذا العائد المادي، ولكن بنتكلم على سيدات أعمال ورائدات أعمال على مستوى دولي ومستوى مشرف. فالحقيقة أنا فخورة وبعتز بيهم يعني كل سيدة منهم، وإحنا مصر واخدة التصنيف الثاني أو المرتبة الثانية، لأن سبقتنا الإمارات الحقيقة في 15 سيدة. فنتمنى ان احنا يعني تعود كمان اكتر المراه المصريه في مجال رياده الاعمال وتكون دايما في المقدمه، ويكون اعداد رائدات الاعمال في مصر يكونوا اكتر من كده، ونصل باذن الله يعني لتحقيق مكانه اكبر واعلى كمان من اللي احنا وصلنا له. ورغم ان الحقيقه ال 12 سيده كل واحده منهم نعتبرها نموذج ونعتبرها ايقونه في حد ذاتها، وتجربتها هي تجربة نجاح حقيقية. هو الجميل كمان يا دكتور رانيا انه كتير منهم صغيرين في السن زي حضرتك كده، يعني المناصب والنجاح والتصنيف يعني هيلدا لؤة وياسمين خميس واختها وعبير صلاح وفريدة وياسمين كلهم صحيح. شباب صغير، وعبير لهيطة صغيرين، فحاجة جميلة انه احنا كنا خسرانين كتير بتأخر المجتمع ببعض الدعاوى عن ان المرأة ما تتصدرش وما تبقاش سيدة اعمال وما تبقاش رئيسة شركات. كلميني شوية عن المجهود اللي انتوا بتعملوه في المجلس القومي للمرأة يعني لإزالة التراب من على دماغ الستات والرجالة في مصر في هذا السياق. طيب اولا انا هقول لحضرتك يعني ايه في فكره تهميش المراه او اقصائها، هو ده اقصاء للمجتمع ككل طيب. وحاله رجعيه للمجتمع صحيح. فيعني فكره ان يبقى هذا الحاجز موجود او هذه الثقافه الرجعيه تسود المجتمع، فهي للاسف بتاخدنا كلنا يعني لحاله متاخره. ولكن اللي احنا شايفينه خلال الفترات اللي فاتت وخاصة في الثمان سنين اللي فاتوا، إن في يعني رغبة وإرادة حقيقية من القيادة السياسية لدعم المرأة على كافة المستويات. وبالتالي حقيقة المجلس القومي للمرأة مهما كان هيقوم بدور، دون هذا الدعم الحقيقي والمساندة الحقيقية من يعني رأس الدولة ومن كل الجهات التنفيذية ما كناش هنقدر نوصل اللي احنا وصلنا له. احنا يعني دلوقتي طبعا المجلس الحقيقة بيقوم بمبادرات كتيرة جدا، وبيقوم يعني حالة من المساندة للمرأة وتحقيق مكتسبات على الأرض وتنفيذ مبادرات تقدر المرأة المصرية في كل بقاع الجمهورية تقدر أنها تستشعر بوجود المجلس القومي للمرأة، ويمكن ده اللي بيفرق الفترة الحالية عن يمكن سابقتها. طبعا ما بنقدرش أبدا أن احنا يعني نقول أن الفترة اللي قبل وجودنا في المجلس القومي للمرأة ما كانش فيه جهد حقيقي وما كانش فيه جهد مبذول،
وفي حقيقي مكتسبات حصلت طبعاً، ولكن طبعاً. يمكن كان في إطار التشريعات والقوانين يعني الأطر المنظمات الدولية والمشاركة باسم مصر، لكن يمكن إحنا اللي بيميز شوية الكام سنة الأخيرة هي وجود المجلس على الأرض. صحيح، والمناخ يعني كمان اللي بقى بيرحب بالنجاح ده. بشكرك جدا يا فندم دكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا، وبنتمنى مزيد من النجاحات للعمل والاجتهاد والاقتصاد المصري برجاله وسيداته، باللي لسه بيعمل كشك صغير وفي دماغه يبقى عنده شركة، بالست البسيطة اللي بتجيب كم شلة خيط وتفكر ان ده ممكن يبقى مصنع كبير. ان شاء الله كل الدعم لهذا النوع الجميل واللي بيدعونا للفخر من النجاح. النهاردة زي ما قلت حضراتكم في البداية، سيادة الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري شارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المنعقد 15 و16 فبراير 23 على مستوى وزراء الخارجية، واللي بتسبق أعماله انعقاد القمة الافريقية، قمة الاتحاد الافريقي. هيناقش المجلس أو بدأ بالفعل النهاردة في مناقشة عدد من القضايا أهمها تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والوضع الإنساني والاجتماعي بالقارة الإفريقية. سيادة السفير دكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. يعني طبعا الوضع الإنساني والاجتماعي ربما تسبق أولويته مناقشة هذا الملف عن الأولوية الخاصة بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، لأنها هي اللي هتحسن أوضاع الوضع الاجتماعي والإنساني في إفريقيا. تعليق حضرتك على المحورين دول كمحاور من أهم القضايا اللي بتمس قارة إفريقيا في هذه الفترة. يعني لا شك أن القارة الإفريقية بتواجه حالياً تحديات جسام نتيجة ليس فقط نتيجة التطورات أو الأزمات الثلاثة اللي مرت بالعالم وتركت تداعيات سلبية كثيرة على بصفة خاصة على القارة الأفريقية، وهم طبعا جائحة كورونا وأيضا الأزمة الروسية الأوكرانية ثم أيضا تغيرات المناخ. تداعيات هذا الثلوث أضاف أعباء وتحديات جسام أمام القارة الأفريقية، تشكل تراكم على ما لدى هذه القارة من تحديات جسام أيضا، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة البشر، خاصة ما يتعلق بقضايا سياسية ساخنة تتعلق بأوضاع اقتصادية يعني وتجارية تحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة، ثم أيضا الأوضاع الاجتماعية بشقي الصحة والتعليم. من هنا نجد أن هذه الدورة أو هذا الاجتماع الذي يمهد اجتماع القمة القادم يوم 18 بيبحث الملفات الأساسية في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي 2063 وفي مواجهة هذه التحديات، وحدد أساسا يعني محورين أساسيين وهما تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية من خلال الاندماج الإقليمي والتكامل الإقليمي والاندماج القاري، وأيضا الاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية والأوضاع الخاصة بالشعوب الأفريقية ارتباطا بعملية التنمية المستدامة. طيب أسأل حضرتك عن نقطة تانية دكتور صلاح، وهي تسلم مصر قيادة النيبات. طبعا احنا بنتمنى كل التوفيق لجزر القمر في قيادة الاتحاد الافريقي اللي تسلمته بالفعل في الفترة القادمة. ماذا عن تفاؤلنا برئاسة مصر للنيبات في السنتين اللي جايين، خصوصا الرئيس النهاردة حط 3-4 نقط شديدة الأهمية كلها بتصب في تدبير الموارد لتنمية الدول الإفريقية اقتصادية. سيادة الرئيس حط 5 نقط الحقيقة فيهم ترابط كثير فيما بينهم، ويمكن أول بند يتعلق بالبنية التحتية وضرورة تطويرها وتحديثها، وأن هناك خطط موجودة وقائمة، وركز على برامج على مستوى القارة الأفريقية والربط ما بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وخط القاهرة كيب تاون.
وأشار في هذا الصدد أن النهوض بالقطاع الصناعي وضرورة توفير التمويل اللازم لكل منهما ومن البنية التحتية والقطاع الصناعي. دكتور صلاح أنا أستأذن حضرتك أن أنا عملت مداخلة بالفعل حول هذه النقاط، لكن أنا كنت بسأل حضرتك من خبرتك الطويلة في العمل الإفريقي مدى تفاؤلك بقدرة مصر على تحقيق نمو في هذه المحاور. أنا متفائل جدا لأن مصر لديها تجربة في هذا الصدد سواء في البنية التحتية أو في الإصلاح الاقتصادي، وهذا النموذج من الذي ستقدمه مصر أعتقد سيكون هناك مجال كبير للاستفادة بما لدى مصر من خبرة في هذه المجالات. صحيح. المرتبطة بالخمس محاور اللي تحدث عنهم سيد الرئيس. بشكرك جدا يا فندم دكتور صلاح حليمة سيادة السفير نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا. أروح مع حضراتكم لانطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون اللي هتبدأ غدا في دورته العشرة من 16 ل 22 فبراير بأسوان. المهرجان بيشارك فيه هذا العام 11 فرقة من فرق الفنون الشعبية، بورسعيد، أسوان، سوهاج، العريش الشرقية، الحرية، بإسكندرية، مرسى مطروح، إنا، الأقصر، الإسماعيلية، الفنون الشعبية وفرقة توشكا التلقائية، وعشر فرق عربية وأجنبية، فلسطين، السودان، سريلانكا، المكسيك، بولندا، اليونان، سلوفاكيا، اندونيسيا، رومانيا، كوريا الجنوبية. أستاذ عبد الله مشالي مدير مكتب جريدة الوطن، مساء الخير يا فندم. مساء الخير زميلي إيهاب، تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. أهلا بحضرتك معانا من أسوان. هذه الفترة تشهد سحرا في الطقس في أسوان، ولابد فعلا أنها تكون محشوة باحتفاليات كثيرة، يعني كيف ترى هذه الفرق الشعبية والاحتفالات اللي الناس هتعدي كده تشوفها بهذه الأزياء الملونة وهذا الجمال والموسيقى اللي جاية لنا من بلاد كتير ومحافظات كثيرة، يعني ممكن تضيف لنا ايه في الموسم السياحي بتاعنا؟ بالفعل يعني عايز اقول لحضرتك يعني اسوان بالفعل يعني الان تتزين واسوان تتجمل لاستقبال هذا المهرجان القومي الدولي، مهرجان اسوان الدولي للثقافه والفنون. يعني هذا المهرجان الذي يتواكب يعني فعليا مع احتفالات محافظه اسوان و انطلاق يعني ظاهرة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني اللي هتكون إن شاء الله بتاريخ 22 فبراير إن شاء الله. يعني طبعا التعامد ده بيبقى عندنا خلال العام مرتين، أي 22 فبراير و 22 أكتوبر من كل عام، عيد ميلاده وعيد تتويجه. طبعا هذا المكان الذي في يعني يقع في قاعة قدس الأقداس في مدينة أبو سمبل الساحية جنوب محافظة أسوان. طب قول لي يا أستاذ عبد الله الفعاليات هتقام فين؟ هقول لحضرتك احنا ان شاء الله يعني غدا ان شاء الله يعني سيكون هناك احتفاليه كبرى داخل في ديفيليه داخل النيل في اسوان. طبعا حضرتك تعرف ان اسوان صاحبه نيل ازرق عظيم، يعني في واحده من اهم المشاهد الجماليه في مصر بالذات اسوان، طبعا منبع دخول نهر النيل جنوب محافظة. عزيزي ممكن تقول لي الاماكن بتاعه الفعاليات لان بس الوقت ضيق، سامحني معلش. الفعاليات ستكون على اكثر من 18 مكان داخل محافظه اسوان في مراكز اسوان وضراوه وكومومب ونصر النوبه وادفو. يعني مراكز كلها مغلقه، قاعات مغلقه كلها بالفعل محافظه اسوان كلها في المراكز بتاعتها الخمسه، ولكن الاهم انها ستكون داخل، مش هتكون خاصه بقصور الثقافه فقط، ولكن هناك ستكون داخل المتنزهات العامه، داخل الانديه، داخل مراكز الشباب، وستنتهي هذه الفعاليات في اليوم الختامي بيوم في صباح في شروق الشمس يوم 22 فبراير في معبدي رمسيس الثاني ونيفرتاري في مدينه ابو سمبل السياحيه جنوب محافظه اسوان. ده حاجه رائعه وبنتمنى لكم كل التوفيق. كان معي من اسوان عبد الله مشالي مدير مكتب جريده الوطن، شكرا جزيلا. و يعني بخبر ليس ببعيد عن ما كنا نتحدث عنه عن الاعلام والثقافه، اللجنة المشرفة على انتخابات تجديد النصف لنقابة الصحفيين النهاردة أغلقت باب تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب ومقاعد التجديد النصفي نهائيا بعد ما تلقت طلبين للترشح لمنصب النقيب، وبكده تكون تلقت 13 طلب للترشح على هذا المنصب بنهاية اليوم الخامس والأخير، وثلاث طلبات للترشح لعضوية مجلس النقابة ليصبح إجمالي عدد المترشحين للعضوية 33 صحفي.
استاذ حماد الرمحي. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير واهلا بحضرتك واستاذ المشاهدين. استاذ حماد، يعني المنافسه قويه تقدر تقول المره دي في التجديد النصفي النقيب ونص المجلس؟ من غير كلام، يعني هي نقابه صحفيين، نقابه حيويه، نقابه جماهيريه، نقابه بيهتم بها المواطن العادي، بيهتم بها المثقف، وبيهتم بها الصحفيين، بيهتم بها الاعلاميين، بيهتم بها الراي العام العربي والعالمي بشكل قوي جدا، لانها يعني نقابه الصحفيين من النقابات المهمه التي تؤثر في الراي العام، تؤثر في صناعه الراي، فبالتالي بياتي من هنا الزخم بتاع انتخابات نقابه الصحفيين. حضرتك مقدم ورقك كمرشح؟ طبعا. أنا لقيت ده دلوقتي وأنا بفر كده عنك. طيب ماذا يمكن أن يقدم المجلس الجديد بأي تشكيلة يختارها الصحفيين بنفسهم بحرية تامة؟ شوف، هي في النهاية الانتخابات أو نتيجة الانتخابات ستفرز عن إرادة الصحفيين، عن الرغبة النهائية أو العقل الجمعي للجمعية العمومية للصحفيين، هم اللي يختاروا النقيب وست ونصف المجلس الجديد، بالإضافة إلى النصف القائم بالفعل أو اللي هو مكمل اللي هو ملوش انتخابات في الوقت الحالي. المجلس الجديد لا شك أنه أمامه تحديات جسيمة، تحديات صعبة، تحديات شديدة، تطلعات وأمال للصحفيين يأتي في مقدمتها من غير كلام قصة أجور الصحفيين وتحسين دخول الصحفيين، لأن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع قيمة الجنيه مع زيادة معدلات التضخم مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، تضييق الخناق إلى حد كبير في اقتصاديات الصحافة والإعلام، فده بيؤدي إلى تراجع دخول الصحفيين، فده بيبقى أرق إلى حد كبير بيؤرق الأسرة الصحفية. أنا بشكرك جدا أستاذ حماد الرمحي وبتمنى لك كل التوفيق، حضرتك وكل الصحفيين المترشحين على مقاعد التجديد النصفي للمجلس النقابة ومقعد النقيب. بقي معايا كده ثلاث أخبار أخدهم بس بشكل سريع شوية. النهاردة دكتور مصطفى مدبولي شاهد توقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة المصرية وعدد من الشركات الخاصة بتصنيع السيارات المحلية والعالمية. الاتفاقيات بتهدف لتحقيق تعاون ملزم بين الحكومة والشركات، ما يحقق أهداف البرنامج الوطني تنمية صناعة السيارات. دكتور مصطفى بيؤكد أنها اتفاقيات تأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، خصوصا سيارات صداقة البيئة، وقال أنه في قانون صدر 162 عام 22 خاص بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وإنشاء أيضا صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة للتطوير وتنمية هذا القطاع وتنمية الموارد اللازمة للتمويل الخاص بصناعة السيارات صديقة البيئة. صناعة السيارات في مصر يا سيدي الفاضل لا تحتاج لأي تنمية، لأنها هي بس تحتاج لتسهيل الإجراءات من الحكومة، لأنها صناعة يعني مباع منتجها بنسبة 100%، بل بالعكس ومحجوز إنتاجها القادم. احنا كلنا مستنيين ان احنا نلاقي صناعات مصرية للسيارة في مصر بمواصفات عالمية، وهتشوف السوق هيبقى عامل ازاي. الخبر اللي بعد كده ايضا خاص برئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بالاستثمارات التركية في لقائه بوفد بيضم ممثلي شركات تركية بتشتغل في مصر. قال لهم مرحبا بكم في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة، اول مرة يلتقي خلالها رئيس الوزراء بممثلي الشركات التركية من 10 سنوات، وده من دواعي سروري أن ألتقي بكم، ورسالة الاجتماع مهمة وواضحة، خطوة للتأكيد على أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا. وأضاف دكتور مصطفى أن مصر وتركيا بيتمتعوا بعلاقات تاريخية بالرغم من أي اختلاف سياسي حصل في الفترة اللي فاتت، لكن حرصنا في مصر أن تظل العلاقة بين الشعبين قوية ويظل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وثيق. وشكر كل الشركات اللي بتستثمر في مصر ورحب بالشركات الجديدة والشركات اللي بتتخذ بالفعل خطواتها الأولى أو التوسعية لأعمالها في مصر، وأكد أن الاستثمارات التركي
التركية ستلقى كل الدعم والرعاية من الحكومة المصرية لتذليل أي عقبة. آخر خبر معايا عن الأرصاد الجوية، الأرصاد الجوية اللي بتحذر من استمرار أجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء في مصر، لأن مصر بتستقبل كتلة هوائية جاية من جنوب وشرق أوروبا مرة بالبحر المتوسط، وده هيعمل على مزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، ما سيحجب جزء من أشعة الشمس ويؤدي لزيادة الإحساس بالبرودة وأجواء شتوية بامتياز. خرائط الطقس بتقول في فرص لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تعزز أحيانا على مناطق زي مطروح واسكندرية والبحيرة كفر الشيخ، وبيتوقعوا تكون أقل حدة كل ما دخلنا لجوه لتحت في الخريطة، يعني تصبح خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، وأحيانا تمتد الأمطار خفيفة مساء لمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى. هذا الطقس الشتوي أترككم في فاصل قصير، بعده نتحدث ونستدفئ بحديث عن مخرجات القمة العالمية للحكومات بدبي. خليكم معنا. أهلا بحضراتكم معانا لمحور الحوار في حلقة النهاردة. بيشرفني يكون معايا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. مساء الخير يا أستاذ جميل. مساء الخير يا أستاذ إيهاب. مساء الخير على السادة المشاهدين. أستاذ جميل، يعني إحنا الحقيقة من أول ما بدأت القمة الدولية للحكومات في دبي في دورتها الحالية، وإحنا كنا معلقين أمال كبيرة، والحمد لله يعني تم استقبال الرئيس كضيف شرف بشكل رائع، وكلماته جاءت أروع وأقوى وأحكم، وقوبلت بترحيب كبير في كل الفعاليات والموائد المستديرة سواء كانت اقتصادية أو سياسية. يعني تقييمك للقمة بشكل عام، وبعد كده ممكن ندخل لتفاصيل أكتر. يعني هو بالفعل هي قمة مهمة جدا، ووجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف ومصر كضيف شرف في هذه القمة ده دليل واضح على تقدير دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي. هي بالطبع قمة مهمة يشارك فيها 150 دولة، يشارك فيها 20 رئيس ورئيس وزراء لدول العالم المختلفة، اجتماعات مهمة، وطبعا الموائد المستديرة كانت مهمة جدا أيضا. العنوان بتاع القمة هو الاستشراف للمستقبل. هو بالفعل هناك احنا شايفين في العديد من الأزمات والعديد من التحديات بتواجه العالم في الفترة الأخيرة منذ بدء أزمة كورونا ثم بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، ده يتطلب طبعا أو تطلب العديد من الإجراءات الحكومية من قبل دول العالم ككل من أجل مواجهة هذه الأزمات ومن أجل مواجهة التحديات الجديدة اللي ظهرت فجأة، أثرت بشكل كبير على اقتصاديات العالم، أثرت بشكل كبير أيضا على حالة التضخم في العالم وفرص العمل. إذن هذه القمة بتستشرف المستقبل، تضع استراتيجية للتعامل مع الأزمات المستقبلية وكيفية مواجهتها ونقل الخبرات من بين الحكومات بعضها لبعض. احنا شفنا ان الدولة المصرية اتخذت اجراءات عديدة في مجالات في الحكومة المصرية من اجل مواجهة الازمات ومن اجل مواجهة التحديات، مثل مثلا ازمة كورونا جعلت الدولة تتجه الى الحوكمة، تتجه الى المنصات الرقمية لمواجهة هذه الازمات وهذه التحديات طبعا الجديدة. طبعا في الوقت الحالي في وقت الأزمة الروسية الأوكرانية هناك كان في استراتيجية واضحة من الدولة المصرية لمواجهة الأزمات المحتملة، فكان نتج عن ذلك طبعا
وجود عدد كبير من المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية يكفي لست شهور وأربع شهور في السلع الاستراتيجية. طيب أستاذ جميل هستأذنك فيما يخص الوفد رفيع المستوى والمشاركة الواسعة اللي حضرتك تحدثت عنها من 150 دولة ب20 رئيس دولة ورئيس حكومة وغير كده الباقي وفود عالية المستوى جدا ورفيعة جدا. احنا بالنسبة لنا كان عندنا وفد قوي جدا. اهم الملاحظات اللي حضرتك توقفت عندها خلال متابعتك للثلاث ايام ايه؟ هو بالطبع اهم الملاحظات طبعا هو اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمائدة المستديرة مع الشركات الملياريه اللي التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم، عرض ايضا المشروعات القوميه المصريه، عرض ايضا مجالات الاستثمار العديده داخل الدوله المصريه. احنا لو شفنا في الوقت الحالي هناك العديد من المجالات الاستثمار داخل الدوله، هناك بنيه تحتيه قويه في الاستثمار داخل الدوله المصريه بشكل كبير تم انشائها خلال الثمان سنوات الماضيه، مشروعات عديدة من الممكن الاستثمار فيها في مصر من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، المناطق اللوجستية، الأراضي الزراعية، المشروعات الإنشاءات والبناء، أيضا المنطقة الاقتصادية بقناة السويس. كل دي مشروعات أو أماكن استثمارية قوية الشركات الكبرى قد تستثمر داخل الدولة. فبالرئيس بالطبع بيعرض هذه الأماكن وبيعرض أيضا التسهيلات الحكومية اللي قدمتها أو بتقدمها الدولة المصرية للمستثمرين. هذه لقاءات مهمة جدا، دائما وأبدا يجتمع الرئيس برجال الأعمال والمستثمرين في لقاءاته الخارجية. طبعا النقطة الثانية المهمة هو لقاء الرئيس وكلماته المهمة جدا أمام الحضور في هذه القمة، وطبعا هذه الكلمة كانت شرحت بشكل موسع ومبسط في نفس الوقت الأحداث التي جرت في مصر خلال سنوات من 2011 حتى وقتنا هذا، وكيفية تغلب الدولة المصرية على الأزمات اللي كانت بتواجهها، وأيضا شرح حالة وقوف الدول العربية بشكل كبير وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت، وقوفهم بجانب الدولة المصرية من أجل عبور الأزمة دي بشكل كبير والوصول إلى حالة الاستقرار داخل الدولة المصرية، وأيضا الوصول إلى حالة التنمية الشاملة اللي بتشهدها الدولة في الوقت الحالي. طب أستاذ جميل، بعد كل هذا الاستعداد وهذه الدراسات والإعداد لوجودنا في القمة بوفد رفيع المستوى، دكتورة هالة السعيد عملت اجتماعات مهمة جدا، عايزك تقول لي إيه المخرجات المفيدة لمصر من هذه القمة، فضلا عن المخرجات السياسية طبعا تحدثنا عنها وواضح جدا دور مصر واهتمام الجميع باستعراض هذه التجربة المصرية الخالصة الناجحة سواء في مكافحة الإرهاب اللي قال عنه سيادة الرئيس أنه أصبح تاريخا بعون الله في مصر، أو في البنية التحتية، أو في الطاقة، يعني مجالات عدة، لكن المخرجات الحقيقية اللي ممكن نقول للمواطن أهو إحنا رجعنا بده إيه؟ إحنا رجعنا أولا بالاستفادة من الخبرات اللي كانت موجودة في هذه القمة، خبرات 150 دولة. احنا شفنا في مجال طبعا الحكومات، احنا شايفين ان في دول كبيرة ودول لها تجارب رائدة في مجال الحوكمة وخاصة دولة الامارات العربية المتحدة، نقل الخبرة من هذه الدول ومن الحكومات دي للعمل بها داخل الدولة المصرية اعتقد دي استفادة كبيرة جدا، لان الدولة المصرية بتسعى في الوقت الحالي لنقل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الدولة المصرية. فوجود مثل هذه القمة والخبرات اللي موجودة فيها، فأعتقد أن دي نقلها إلى الدولة، فده شيء مهم جدا. على الجانب الآخر بالطبع هناك لقاءات عديدة لدكتورة هالة السعيد ولقاءاتها مع العديد من المستثمرين قد يفتح مجال، وزي ما قلت لحضرتك أن الرئيس بنفسه
بيجلس مع رجال الأعمال والمستثمرين من أجل فتح مجالات جديدة للمستثمرين داخل الدولة المصرية، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة المصرية، مزيد من وجود خبرات من كافة دول العالم، من أجل زي ما بقول لحضرتك أن مصر أصبح لها لديها البنية التحتية، البنية التحتية دي أصبحت جاذبة للاستثمار بشكل كبير في المشروعات المتواجدة. لقاءات دكتورة هالة سعيد والرئيس عبد الفتاح السيسي بالطبع، كل دي كانت شرح لكل المشروعات اللي موجودة داخل الدولة، وأعتقد أن من مخرجات هذه القمة سنشهد المزيد من الاستثمارات داخل الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة. أستاذ جميل، هذه التجمعات وهذه الأطر أنشأت لتوحيد بعض المفاهيم والسياسات تجاه قضايا ضخمة عالمية مشتركة. حضرتك استعرضت بعضها وتم استعراض كثير منها خلال الثلاث أيام بتوع القمة، لكن هنا في سؤال مهم، هل حضرتك لمست أنه في يعني اقتناع حقيقي من دول العالم المتقدم لمساعدة الدول النامية والمتطورة ومنها مصر، أن هي فعلا تنهض باقتصادها، تنهض بمستوى الصحة، الملفات الرئيسية، تنهض بمستوى التعليم فيها، تنهض بمستوى حوكمة أداء الاقتصاد لكل دولة؟ هو بالطبع الدول الكبرى، في هناك العديد من الدول الكبرى تسعى، وإحنا لدينا طبعا دول صديقة كثيرة ودول شقيقة كثيرة بتسعى إلى أنها تقدم دعمها للدولة المصرية. فطبعا في مجال، في العديد من المجالات طبعا بتسعى دول متقدمة في العالم إلى تقديم خبراتها في مجالات متعددة للدولة المصرية، زي ما شفنا في مجال التعليم مثلا، هناك تجربة اليابانية اللي بتسعى الدولة المصرية أنها تدخلها في الوقت الحالي من أجل تطوير التعليم بشكل مهم، عن طريق الحوكمة وزي ما بقول لحضرتك والأداء الحكومي، نقل الخبرة من دولة الإمارات العربية المتحدة أو من دبي بشكل مميز. طبعا هناك العديد من دول العالم تقدم خدماتها للدولة المصرية في العديد من المجالات من أجل المزيد من التقدم ومزيد من الازدهار ومزيد من التنمية داخل الدولة المصرية، وفي شراكات عديدة بين مصر والعديد من دول العالم من أجل التطوير والتحديث داخل الدولة المصرية. وإحنا لو شفنا حتى في اجتماعات كوب 27 اللي أقيمت في مدينة شرم الشيخ مؤخرا، كان هناك دعم عالمي للدولة المصرية، بل كان هناك إشادات كبيرة من معظم دول العالم أو كل دول العالم بالتجربة المصرية الرائدة، لأن هذا ما يحدث في مصر في الوقت الحالي من 2011 لغاية دلوقتي هي تجربة فريدة، تجربة للقضاء على الفوضى والقضاء على الإرهاب، ثم على الجانب الآخر إعادة بناء الدولة مرة أخرى من الصفر، لأن كان الاقتصاد منهار وكانت الدولة منهارة بشكل كبير جدا على كافة المستويات. فإعادة البناء مرة أخرى دي طبعا تجربة فريدة أشاد بها العالم كله، والعالم بيسعى لتقديم خدماته أو خبراته في الوقت الحالي للدولة المصرية. طيب حضرتك ككاتب وكمتابع للشأن الداخلي المصري، يعني عايز أسألك سؤال من شقين يخص الحكومة المصرية. هل هذه الملفات اللي تحدثنا عنها في تطوير التعليم وتطوير الصحة وحوكمة الأداء الاقتصادي، إلى أي حد بتشوف إن الحكومة أدائها مرضي في هذه الملفات ويشعر بهذا الرضا المواطن المصري؟ لسه حتى وقتنا هذا طبعا بالطبع لسه لغاية دلوقتي الأداء يسير بشكل طبعا، لو تحدثنا في المجالات المختلفة، مجال مثلا الصحة، هنجد أن مجال الصحة فيه تطوير كبير جدا، وأداء الحكومة في هذا المجال هو أداء مرضي بشكل كبير، لأنك انت الدولة قدرت أنها تقضي على فيروس سي، الدولة قدرت أن هي تقضي على قوائم الانتظار
في العمليات الجراحية. الدولة قدرت ان هي تواجه فيروس كورونا بشكل كبير جدا، فالأداء على المستوى الصحي هو أداء أصبح دلوقتي مرضي بالنسبة للمواطن. بالنسبة للتعليم لا زال هناك، لأن هي تجربة جديدة بتخوضها الدولة المصرية في مجال التعليم أو نظام التعليم، بدأ بشكل يعني من البداية، من بداية التعليم الأساسي حتى في الوقت الحالي، فلم تظهر ملامح التطوير والتحديث بشكل كبير. أما بالنسبة للأداء على مستوى الحكومة وعلى مستوى التعامل مع المواطنين في الإجراءات المواطنين، أعتقد أن ما زال هناك مجال للعاملين بالجهاز الحكومي أن هم يتم تطويرهم بشكل كبير وبشكل متسارع، يقدر أن هو يقدم الخدمات بشكل يسير على المواطن دون أي بيروقراطية، دون أي إجراءات كثيرة. ودايما إحنا لو شفنا هنلاقي الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيطالب الحكومة وبيطالب أجهزة الدولة إنها تيسر على المواطنين الإجراءات اللي هم بينفذوها، وخاصة في مجالات الاستثمار، في مجالات الصناعة، في مجالات الاقتصاد. بيطالب الرئيس دائما الحكومة بتخفيض الإجراءات أو إن الإجراءات يتم تقليلها بشكل ميسر للمواطن. فأعتقد أن في الوقت الحالي أمامنا مرحلة لا زالت يعني ما أعتقدش أنها تكون بعيدة من أجل الوصول إلى مرحلة الرضا من المواطن. طيب الشق الثاني بقى هو عن الأسعار وإنفلات سعري غير مسبوق في كل حاجة. مش بحاول أعرف إيه أسبابه، ذكرنا أسبابه كتير والحكومة بررت كتير، لكن بحاول أعرف حله إيه؟ لماذا لا تتدخل الحكومة في أسعار أي شيء؟ لماذا لا تنشر أسعاراً عادلة؟ النهاردة مثلاً على سبيل المثال، كان في قرار من مجلس الوزراء بأنه مزارع الدواجن تخش في الإعفاء بتاع 3 سنين من الضريبة العقارية تتحملها وزارة المالية، وتطبق بأثر رجعي من أول 22 اللي دفع ضريبة عقارية هترجع له. تأخير مثل هذا القرار لسنة وشهرين وإصرار كل العاملين في هذا القطاع على إنه هم 10 معروفين بالاسم، متحدد في الاجتماعات مع رئيس الوزراء السعر العادل لطن الذرة وطن الصويا وطن العلف، وهم يبيعوا ب7-8 آلاف جنيه فوق هذا السعر لكل طن، ومحدش بيتكلم. هذا الانفلات الذي لا توجد عليه اي نوع من انواع الرقابه الى اين، وكيف يتحقق رضا المواطن وهو بالكاد يحصل على احتياجاته الاساسيه؟ هو بالطبع لازم الحكومه تتدخل في الوقت الحالي وتتدخل بشكل سريع في ضبط الاسعار. يعني ضبط الاسعار ده شيء مهم جدا، وان يكون في تسعيره حتى لو كان في، احنا دلوقتي في السوق الحر او الاقتصاد الحر، لكن في وقت من الاوقات اللي فيه يجب تحديد تسعير او يجب تسعير المواد الغذائيه بشكل واضح وصريح، وان يكون هناك عقوبات حقيقيه على كل من يتلاعب بالاسعار. بالنسبه للتجار الكبار اللي هم المتحكمين في استيراد الاعلاف مثلا، فأعتقد أن الدولة يجب أن يتم التعامل معهم بكل قوة. يعني ما ينفعش أن أنت يبقى التسعير بشكل أنت مستورد بسعر وبتضيف عليه 7-8 آلاف جنيه إضافة عليه، وهو يعني لو تحدثت معاه أو لو تكلمت معاه يقولك ما أنا بعوض الخسارة بتاعتي، لكن الخسارة دي أو التعويض ده هو اللي بيتأثر به المواطن بشكل كبير. يعني المواطن دلوقتي بيتحمل أعباء كثيرة جدا في الوقت الحالي نتيجة جشع التجار، فيجب على الدولة أو على الحكومة أن تتدخل بشكل سريع بشكل حاسم، أن يكون هناك عقوبات وعقوبات واضحة، وهم الأسامي معروفة اللي هم تجار أو مستوردي السلع من الخارج، فيجب أن يكون الدولة كمان تتدخل. يعني أنا شايف أن دي سلعة استراتيجية، فيجب على الدولة أن تتدخل أيضا وأن يكون لها يد طول أنها تستورد هي الدولة هي بنفسها
وتبعد هؤلاء التجار أو اللي بيتلاعبوا بالأسعار وبيتلاعبوا بحياة المواطنين المصريين في الوقت الحالي، لأن طبعا مش هينفع أن الأسعار ترتفع بهذا الشكل، بسبب أن في جشع من المستوردين. فدي سلع استراتيجية، زي ما الدولة مثلا بتستورد القمح، زي ما الدولة بتستورد السكر أو الزيوت وخلافه، من الممكن أن تتدخل الدولة في الوقت معين، وهي أن تقوم باستيراد الأعلاف، وهي من تقوم بتوزيعها أيضا وتوزيعها على التجار. وأعتقد أن ده في وقت لازم تتدخل فيه الدولة بشكل حاسم. يعني الحقيقة أنه قائدة الاقتصاد الحر في العالم اللي هي أمريكا ما فيهاش هذا الانفلات، وإذا كان في تفاوت ما بين ماركت والتاني بيبقى تفاوتات ضعيفة، خاصة بأنه هو بيوفر لك وجود بضاعة تانية فأعلى شوية، تقول طب أروح أجيب كل حاجتي من الهايبر ده أو من الماركت ده. البنزين حتى بيخضع لتفاوت سعري، لكن في النهاية محكوم مثقف بالسين ليه سقف. لكن هذا الانفلات في الأكل، في الخضار، في اللحمة، في الفراخ، في الملابس، في العربيات، يعني يشعر المواطن أنه مش شماعة الاقتصاد الحر متعلق عليها أعذار الحكومة، ده متعلق عليها المواطن نفسه. ده بالفعل طبعا، وأنا زي ما بقول لحضرتك، ويجب أن تتدخل الحكومة، ويجب أن يكون هناك فيه هامش للربح، يعني يبقى فيه سعر ويبقى فيه هامش للربح. وما ينفعش أن الأسعار تزيد كل ساعة، يعني بتصل الأسعار بتزيد كل ساعة أو مش كل يوم. فكل ده طبعا بيأثر على المواطن، بيأثر على حياة المواطن ورضا المواطن بشكل عام داخل الدولة. فالحكومة عليها دور كبير جدا، عليها دور لضبط الأسعار، حتى لو انفلت هذه الأسعار أو تحدثنا عن الاقتصاد الحر زي احنا ما بنتكلم، لكن في وقت لازم الدولة تتدخل وتكون صارمة، الحكومة تكون صارمة في كل من يسعى ان هو يستفيد من الأزمات على حساب المواطن المصري. رغم ان في الوقت الحالي كل الأزمات تم حلها، اعتقد ان تم الإفراج الجمركي عن كل السلع اللي موجودة في الموانئ، إذن ما فيش أي أزمة في الوقت الحالي، حتى ارتفاع الدولار. لكن يجب أن يكون للدولة أيضا حكومة عليها دور كبير جدا لوقف هذا التلاعب بالأسعار. أستاذ جميل بشكرك جدا، شرفتني. شكرا لحضرتك يا أستاذ إيهاب، أنا اتشرفت بيك. جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، وشكر موصول لحضراتكم لمتابعتنا. نتمنى يا رب كل الخير لمصر من هذه القمة العالمية للحكومات اللي عقدت في دبي واختتمت النهاردة، ونتمنى أنه احنا نشوف نتائج جديدة في اتفاقيات. الحقيقة هم دراعين ما ينفصلوش عن بعض، دراع أنا عمال أجيب مشاريع وعمال أستثمر وأشجع وأحل المشاكل وأعمل سياسات مالية وسياسات تشريعية وسياسات نقدية، ده دراع بنى، ودراع كمان ان انا اتحكم في الانفلات العجيب اللي موجود ده. يعني دلوقتي لما امبارح الدكتور محمد الجوهري يقول لو الواحد عنده كشك يدفع 5000 جنيه خدمات كل شهر، طب وده يكسب ايه يعني عشان يدفع 5000 جنيه؟ اشكركم جدا، وبكره حلقه نهايه الاسبوع، ودلوقتي صباح على خير.